استغفر الله العظيم. السلام عليكم البنات الحبوبات ديالي. كنتمنى هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم، واخا في الليل. دابا غنحط لكم الفيديوهات تاع ديال الليل، فلوقات عاب الليل لحقيتها ثاني، وليت خدامه بيرمانوس بالليل. دبرت على خدمه جديده. وين عرفتي ولاد خواتي اش دايرين ليا؟ وعرفتي دابا هربت منهم اليوم وجاو وصلوا عليا. هو قالت لك مطيبه لينا، عرفتي مطيبه ليهم العشاء. انتم مالي الخير، مني جاو انا واقفه عليهم في ال... مني جاو انا واقفه على مني جاو انا واقفه في الكوزينه. طيبه لينا المحمر. اشنو طيبه لينا المحمر؟ سمعوا 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 المشاهدين، سمعوا شنو المقله راه لقينا في التيروار. طيبت لينا شويه الشعريه فضحتنا. وسمعوا المشاهدين سمعوا، يلاه عدي الدار مبارك. ما قلتش لهم نوضر، هما وصلوا عليا. انا مريضه وعيانه ودار لينا التمر والخف الحار، وجينا مسخسخين درنا الكوت تاع البشره ودوشنا عندها، حيت انا ما عنديش شوفر. انا اصلا كنت معاه البشره اختي. ايوا جاو وصلوا عليا، جات معايا حنان اختي وليداتها. ايوا بقات فيا البشره 10 ايام هادي وانا باركه عاده. وني جينا قلت صار معيط عليها حتى هي تجي تبات معايا. عيطت عليا وخلاتني نمشي نقصر الله. طيبنا قهيوه ومهم هذاك الشيء اللي قلتي لك قلي ليها. غينا هما طيبتي الشعريه، قال لك اللي باغي تقلي البيضها، اللي باغي لا اله الا الله محمد رسول الله. ودابا الحبوبات ديالي طيبت ليهم الشعريه. ها انتم مالي الخير احبابي، ها انتم ها انتم كتشوفوا الشعريه. طيبت لهم الشعريه، قال لك ما بغاوش الشعريه، ما بغاوهاش. قال لك ما بغاوش الشعريه، ما عرفتهم واش انا اش بغاو، والله ما عرفتهم. المهم صبروا قبلوا لي على التصوير، راني كنصورها بواحد الطريقه، كنصور لكم فيديوهات بواحد الطريقه عجيبه غريبه. راه ما كنعرفش اختي قلب، كيقولوا لي قلب الكاميرا، كنقول لهم ما كنعرفش نقلبها. ايوا ها هما بايتين معايا الضياف اليوم، حس المضغه الخبز ما عنديش. طيبت لهم الشعريه. المهم داكشي علاش قدي، ولكن انا راه كنصرا الشعريه ماشي ديك الشعريه. ما هي بدات عاوتاني والله، حتى والله الخوت كنصرا الشعريه. ها هي بدات كانت مسكينه الله يرحمها فيما كتجي لكازا، نكونوا عند بوشرة، نكونوا عند حنان، عند بوشرة عند حنان. ما اللي كنجيو البنات في داري كتقول لي طيب لي الشعرية العشرية العشرية. ها راه نعاودو واحد النهار كان. السلام عليكم، بعدا كي دايرين بخير المتتبعين ديال خديجة ديالنا؟ حتى حنا ولينا مع مجرورين. واحد النهار جاوباتو عندي طيبت لهم الشعرية، جات حالتها وهي غينا بنت حنان، قالت لي خالتي حط لينا العشرية. من تما كان حنا مسمين على فين ما نطيبي، يقولوا واش دايره العشريه هكاك. حنا نهضري مع المتتبعين. السلام عليكم البنات، حنا صافي دايرين بخير؟ ايانا والله حنا سالات سالات لها البطاريه صافي. ايوا ما عندنا ما نقول لكم هادشي اللي نقولوا، راه ما قدرتش انا نجلس في داري. من اللي جا وبقات الدار خاويه عليا، ها عيط ليا محاشاوش ليا، قالوا ليا الو وانا نتم جايه نجري، ما قدرتش نجلس. خليت كلشي داكشي اللي جبنا من البحر، ديك الروينه وديك التماره خليتها، قلت لهم حتى الصباح عاد نمشي نقضي. واش غندير، ولفنا الجماعه. ما يمكنش دابا نجلس كل وحده تجلس في دارها، ما يمكنش. كل وحده كتجلس صافي كيطيح على الهول. انا نجلس بوحدي نعيط نهز التليفون، ولا خديجه تقول لك انا جايه، مقدروش مقدروش. دابا داك الهول وداك الحزن وداكشي ولينا مفرقين في بعضياتنا، خاصنا ولينا عايشين بعضياتنا. قبيلات كانت عندي حنان، ملي جينا من البحر درنا الكوتي في الدور فيا، قالت لي شنو نديرو للعشاء. قلت لها شوفي اختي هذه تاهي حسبيها داري، ما بقاتش داري ولا دارنا، ولا بحال الدار اللي في قنيطره. نوضي راه الكوزينه انت ديري لنا العشاء. بقيت تسوليني حيت ما بقيناش تفرقنا ملي ماتت امي وحنا مجموعين. ايه واش غنديرو، لا اله الا الله. عقلتي غينا فاش طيبت العشريه؟ ها دابا طيبت الشعريه وجات حالتها، وانتي مقابلاني تقولي يا خالتي حطي العشريه حطي. ايوا هادشي اللي كاين. خديجه اجي ونوض من الدان زيدي هو عيط من الطبسين كله دابا، وانتي سقسي انا مالو. سمعتهم؟ سمعتهم؟
تسمعش الحالة، ديري لي حالة على الماكلة، هلي باغي الشعرية، هلي باغي البيضة، هلي باغي انتوما دار اللحم البرقوق. لا والاخر وهذاك الدجاج محمر. المهم انتوما طيب الولاد ما البيض، هلي باغي البيض. شوف ولد بوسا فين جالس كياكل. سي ها انتوما السعد راه مشات الشعر وكيتعشى في الارض. والخواتات ها هما جالسين كيتعشاو. ايوا دابا انا طيبت لهم داكشي القصم، راني ما كدايره لهم الضيافه اليوم. الضيافه ديال الكبار والصغار دوزت كلشي عليا في نهار واحد. ودابا الحبوبات غنخليكم في يد الله الذي لا تدع ودائعه. كنتمنى منكم تقبلوا عليا. المهم انا كنشارك معكم حياتي كيف ما كان كان شكلها ونوعها وفصلها. كنشارك معكم الزوينة والخايبة، كنشارك معكم همي، كنشارك معكم الفرح ديالي، مني كنكون فرحانة، مني كنكون زعلانة، مني كنكون كيف ما كنت كن. المهم انا كنصور معكم فلوقات داكشي اللي كنعيشو، كنحط كنوري ليكم. وانتم راكم وليتوا عائلتي جديدة، وكنتمنى من الله ما يحشمنيش. وها انتم كتشوفوا راه واخا واخا المرض واخا الاسى مشيت للبحر وانا نتبرو نزلق تحت مزلقه، ولكن راه مني مشيت وانا في البحر. انا غنحط لكم الفلوج اللي صورت في البحر، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتفاعلوا معاه. وبغيتكم تديروا لي المشاهدات لحقيتاش انتم راكم عارفين القناه ديالي باقا ما طلعش في المشاهده، ما عنديش مشاهدات. المهم انا معاكم تيدير الله ما دار. ولهذا بغيتكم تبقاو تديروا لي الدعوات باش نخرج من هذه الحاله النفسيه، لحقيتاش راني في واحد الاكتئاب ربي اللي كيعلم به. ويكونوا الدعوات ديالكم وديال والدي يوقفوا معايا في كل شيء، في صحتي، مع في الخدمه. كنتمنى الله يسخر لي في شي خدمه، لحقيتاش راني جالسه من الخدمه. قولي لا يلا محمد رسول الله، والله ما نكذب عليكم. كنبغي ديما نشارك معكم موضوع الخدمه وما كنبغيش ما كنبغيش نعاتي خواتي تقاسي على الضحك تخويك. لا يلا محمد رسول الله كي هضحكوا على الباريزيان. ولي هذا الحبوبات كنتمنى من الله يكون بيناتنا واحد. تبغي مني كما انا لحقيتاش شنو غنينا ها هاي غنوت هاي مع المتتبعين ديالنا. السلام عليكم، كي دايرين لاباس بخير؟ كيفاش سكتوا بحال واعر ما سمعنيش عليكم. هانتوما راه لبست البيجامه ديالي، قولي لها بالصحه. اوه زاني البرد زينا من البحر، لبست غير دوني والشورت تغطينا، وفاش حيدت الغطا جاني البرد بزاف وقيت عطاني بيجامتها. وحيك حنا كنقولوا لها صوروا وهي داخله وسط البحر. هما بغاوني نصورهم كيعوموا، ولكن اصلا ما عنديش شي تليفون نيت، غير كنعدي وصافي. ولكن ان شاء الله نهار يسخر الله وندير لاباس ندير الفلوس غنشري شي شي تليفون يكون نيت. ومن هنا حبوباتي مع السلامه حبوباتي، وتصبحوا على خير.